السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد شي واحد قالت مع ام سعد. اليوم ان شاء الله مع هذا الصيف والحال السخون غادي نديروا واحد السلطه اللي كي معروفه عند المغاربه بزاف، كيقولوا لها السلطه ديال الشلاضه ديال الجرده. غادي نديرها بالرز، ممكن ديروها بالرز ولا بالبات ولا اللي يعجبكم. المهم انا اليوم غادي نديرها بالرز والخضره. غادي نعطيكم الخضر اللي غادي ندير فيها على حسب اختيار كل واحد. الخضره اللي غادي ندير فيها انا غادي ندير فيها خيزو، هنا هاد الكروديتي غادي ندير الخس والمطيشه والخيار. اسمحوا لي هذا الخيار هو الخس، تعالوا الخيار ومطيشه والخس. كيف قلت لكم خيزو، بطاطا، لوبيا خضراء، والباربا اللي ديجا سلقتها حيت كتاخذ ليا شي شويه ديال الوقت. هادو هما الخضر اللي غادي ندير فيها، وندوز معكم باش نوريكم شنو غادي ندير مع الرز وشحال الكميه. هنا عندي ربعه ديال الرز، غادي ندير في هاد الربعه ديال الرز غادي ندير فيها الفومي والفرماج احمر مقطع مربعات، غادي ندير فيها الذره، غادي ندير فيها الطون. انا اختاريت هاد الطون اللي فيه الماء ما فيهش الزيت، بغيتو ديروا فيه الزيت راه كيجي واحد النسمه زوينه، بغيت نقص من داك الزيت وصافي. هذا علاش غادي نعوضو بالزيت البلديه. وغادي نوجد مايونيز منزلي، ديجا راني حاطاه لكم في وصفه، ممكن نحطو لكم في صندوق الوصف اولا الفوق ديال الشاشه، وممكن على اليمين، وممكن نوجدو معكم حنيت. دابا ها هو غادي ندير فيه جوج ديال ياغورت طبيعي مسوس، وغادي ندير فيه ثلاثه ديال الفرماجات متلتين، واحد شويه ديال الحليب. المهم انا غندير كلشي قدامكم قبل ما نصوب المايونيز ديالي. غادي ندير هاد الخضره كلها من غير الباربا بيان سور، الخضره الخيزو والبطاطا واللوبيا نديرهم يتسلقوا ونتلاقاو ان شاء الله باش نوجدو المايونيز. هنا غنصاوبوا المايونيز من بعد ما درت الخضره تسلق مع شويه ديال الملحه، وهذاك الرز تاو مع شويه ديال الملحه. هنا غادي نصاوب المايونيز طبيعي وكيجي لذيذ بزاف. درت هنا ثلاثه ديال الفرماجات متلتين، غنزيد عليهم اللوخت مسوس، اي ياغورت مسوس، وخصوصا داك تيكون عقد تيكون كريمي هذاك تيجي حتى هو زوين بزاف. ممكن تخلطوا واحد هكا واحد هكا ولا ديروا جوج ولا على حسب. دابا ربعه ديال الرز غتكفيني فيها هاد جوج ديال الحكاك ديال ياغورت، ثلاثه الفرماجات، واحد قطيره ديال الحليب باش ما يجيناش عاقد. غادي ندير قل من الربع ديال الحليب، شويه د البزار، راس معلقه ديال الملحه. ما نساوش باللي الفرماج مالح. شويه ديال الثومه يابسه، ولا كانت حتى طريه ماشي مشكل. درت غير تقريبا نص ديال المعلقه هذه ديال القهوه ديك الصغيره، وراس المعلقه ديال البصليه حتى هي صافي. غنخلط هذا الشيء كامل، ومن بعد غادي نزيد عليه واحد القطيره زيت البلديه. هانتوما كيبان لكم عقد، غادي نحيد هذه صافي. نسيت سمحوا لي، نسيت ما درتش واحد شويه الحامض صافي. انا عاود نخلط غير بالمعلقه باش يدخل هذاك الحامض، وغادي نزيد عليه شي شويه ديال الزيت البلديه صافي. وغادي نحتفظ به باش نديرو في الرز. غندير شويه زيت البلديه، غنوريكم شحال.
صافي غادي نخلط هادشي كامل. انا كيف قلت لكم انايا هنايا سلقت الروز، الخضره حتى هي سلقتها راه هي كتبرد. نبداو بعدا بالروز، غادي نزيد عليه الذره والطون اللي نشفتو من الماء اللي كان فيه. قلت لكم الماء ولا الزيت بحال بحال، انا هذا اللي خديت فيه الماء. مزيان بركي هذاك الزيت اللي درت في المايونيز كالعاده. تنرجعو هذا باش الناس تنعم النظافه ما يتعادوش. ندير فيه هاد الفومي والفرماج اللي قطعتهم مربعات صغيرة. والمايونيز اللي صوبنا جميع بركة كيجي كاع حسن من المايونيز اللي كيتباع، ما فيه لا مواد حافظة لا والو. ودابا غادي نخلط ونتلاقاو. هو كي كيبان لكم دابا من بعد ما خلطتو كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نقادو شي شويه باش نخليه في هذا البول ونقلبو في الطبسيل ديال التقديم اللي غادي نحط فيه. اول حاجه غنبدا بها الباربه، غادي ندير فيها، انا درت فيها ديجا شويه ديال البصله. الملحه ما غنديرهاش حيت انا سلقت بالملحه. غادي ندير شويه ديال الزيت البلديه وغندير شويه ديال البزار هادو شويه، نعصر شويه ديال الحامض، وهنا غادي ندير شويه ديال المعدنوس طري يلاه قطعته، من الاحسن يكون يلاه مقطع. غادي نخلط الباربا غنخليها حتى هي على جنب، وغادي نصوب الخضره الاخرى سواء نصوب اللوبيا. اللوبيا تقريبا غادي نديرها بحالها بحال الباربا. ناخدو نديرو فيها نفس الإقامة، نديرو فيها شوية زيت بلدية الحامض. هذه ما مسلوقاش غنديروا فيها شويه ديال الملحه. غادي
شويه د البزار. ونخلطوا الخيار مع النتيجه. هنا هذا الرز دورت به شويه ديال الخس، غادي نبدا نحط الخضره ديالي. بديت بالخس كل مره كنقول الخيار تنقول ليه الخس. بديت بالخيار والمطيشه، غندير في الجهه الاخرى اللي مقابله معاه حتى هي خيار ومطيشه. ندير شويه د الخس هنا، ندير غير الرويصات ديال الخس، نخوي فيهم المايونيز على هاد الشكل هذا، ونزين بشويه ديال المطيشه هاي بولا ديكو. الشلاضة ديالنا ها هي وجدات. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم، جربوها. أنا جاوني عليها بزاف ديال الطلبات، الشلاضة ديال الجردة ما رديتهاش وجهكم، مرحبا على الراس والعين. وكنزيد نأكد اللي بغى شي حاجة مازال يقولها ليا، مرحبا. إن شاء الله غير كل حاجة بوقتها. وديروا لايك، بارطاجيو مع أصحابكم، اللي ما مأبونيش يتأبونا. وشكرا.